عقد لقاء بين الأمناء العاميين للأحزاب مع لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء في قاعة الاجتماعات الرئيسية بوزارة الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية. وأكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة على أن الهدف من اللقاء هو الوصول إلى نقاط التقاء ما بين كافة مكونات الدولة الأردنية. هذا اللقاء الذي لن يكون الأخير بإذن الله، والذي يهدف إلى الوصول إلى نقاط التقاء ما بين كافة مكونات الدولة الأردنية، ولكي نستطيع أن نتداول على أرضية حقيقية وواقعية، بعتقد أن الحكومة لديها النية الجادة والنوايا الطيبة لفتح حوار مثمر، ليس من باب العلاقات العامة، بل في محاولة الوصول إلى نقاط التقاء. لا نعتقد أن مكونات المجتمع الأردني سوف تختلف على الخطوط العريضة فيها، قد يكون هناك اختلاف أو تباين في بعض الطروحات، ولكن النوايا طيبة والأهداف سامية، ونحن على ثقة في الحكومة بأن الحرص الذي تبديه الحكومة على إنجاح هذه التجربة يلاقيه حرص أعلى من الأحزاب السياسية الأردنية. وبيّن وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن الإيرادات الحكومية التي تمس كافة المواطنين ودقة الوضع المالي الذي تمر به الدولة الأردنية وكيفية التعامل ببرنامج التصحيح الاقتصادي للخروج بكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتجنب العجز المالي. من ناحية الإيرادات الحكومية أيضا بتمس حياة كل مواطن، لأنه مكوناتها هي الضرائب اللي بتجنيها كل دولة بالعالم أو كل حكومة. إيراداتها بشكل رئيسي هي من الضرائب. وموضوع الضرائب بالمناسبة، لأنه صار كتير كلام جباية، دفع الضريبة واجب وطني، يعني في حقوق وفي واجبات بموجب الدستور. وضعنا المالي دقيق، ما زال دقيق، وبده يعني تعامل بكل حكمة بصراحة، لأنه ما زال وضعنا ضمن برنامج تصحيح اقتصادي، ما زال بمرحلة إن شاء الله رح نمر فيها أو نخرج منها بكل الإجراءات اللي عم تتخذها الحكومة. بشكل إجمالي، إحنا إيراداتنا ناخد الإيرادات وناخد النفقات. إيرادات الدولة الأردنية من ضرائب 3,700,000,000 حوالي. أيضا الدولة عندها إيرادات غير ضريبية، رسوم وإلى آخره، والتفاصيل موجودة، 1,500,000,000. فإذا مجموع إيرادات الدولة الأردنية داخليا من المواطن الأردني أو من كل من يكون على أرض المملكة 5,200,000,000. هذه إيراداتنا. الإنفاق الحكومي اللي تراكم عبر فترات صحيح 7,100,000,000. يعني أنا عندي إيرادات 5,200,000,000، عم بنفق 7,100,000,000. هذا الإنفاق لازم نعرف وين بروح. إنفاق جاري 6,100,000,000، وهلأ بنستعرض بنوده، وإنفاق رأس مالي، الرأس مالي 1,000,000,000. فإذا مجموع الإنفاق الحكومي هو 7,100,000,000. إذا بيجيني إيراد 5,200,000,000، إذا عندي عجز 1,900,000,000. فإذا عندي عجز 1,900,000,000. بيجينا منح حوالي 1,000,000,000. فإذا بتم عندي عجز حوالي 900,000,000 بعد المنح. هدول منين بمولهم؟ بالاقتراض، اقتراض داخلي، وفي جزء بسيط جدا اقتراض خارجي. هذا الاقتراض ضروري لسد الفجوة بين الانفاق والإيراد، بس هذا أيضا الاقتراض هو يعني مسؤولية على الأجيال القادمة. هذه مديونية بدها تسدد، إذا لازم تدار بحكمة أيضا ومش مفتوحة. يعني ما بجوز إنه الاقتراض يتجاوز نسب معينة. لذلك احنا عم نحاول نخفف عجز الموازنة حتى نقترض كميات أقل.
بدوره أوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني على أهم موضع تم تحقيقه، وهو إعادة التوازن الاقتصادي الأردني مقارنة مع الأعوام الماضية. خلال العام أنا بعتقد أنه أهم موضوع تم تحقيقه هو إعادة التوازن للاقتصاد الأردني. إحنا قبل العام وضعنا كان وضع يعني أبسط ما يقال فيه أنه غير متوازن اقتصاديا، كان وضع صعب جدا اقتصاديا. كان أمام الحكومة خيارين، إما أنها تأخذ قرارات وتأخذ قرارات شجاعة وتحترم القسم الذي أقسمته وتترجم أنها خادمة لهذا الشعب، خادمة لهذا الشعب أنها تكون واضحة وصريحة معه، خادمة لهذا الشعب أنها تكون أمينة مع هذا الشعب وأنها لا تختبئ وأنها تأخذ قرارات. أنا أعتقد أن هذا الموضوع كان لابد من تحقيقه، لأن الوضع قبل عام كان لا يتحمل إطلاقا. كلنا بنعرف كما ذكر معالي الوضع المالي العام للدولة، كلنا بنعرف قديش كان العجز موجود. الأخطر من هذا كله، كنا بنعرف قديش وصل مستوى الاحتياطي في البنك المركزي. أنا أعتقد اليوم نستطيع، وإن كنا نتكلم بمنتهى الثقة، إنه هذا الهدف تحقق، تم إعادة التوازن للاقتصاد الأردني. هل هذا الموضوع إنه يعني انتهت مشاكلنا؟ لا، مشاكلنا ما انتهت. إحنا بدأنا نعالج المشاكل الرئيسية، بدأنا نواجه المشاكل الرئيسية، بدأنا نأخذ قرارات مؤجلة كان يجب أن يتم أخذها من سنوات عديدة. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد أن التوقعات للدعم الكهربائي لعام 2013 لا يقل عن 1200 مليون دينار. تعديل التعرفة في 2013 بيجيب لنا تقريبا حوالي 55 مليون دينار. انقطاع الغاز المصري من 7/7/2013 لنهاية السنة إذا ظل منقطع، خسارة إضافية 213 مليون. هذه الخسارة الإضافية. فإحنا متوقعين في 2013 الدعم لقطاع الكهرباء يكون حوالي لا يقل عن 1200 مليون دينار. الهدف إنه ب 2020 حسب الخطة اللي عنا 64% من الطاقة تكون مستوردة، و 36% من الطاقة، كل الطاقة الأولية، إنها تكون محلية. هذا بيعني اللي نوهت في البداية عليه، بيعني إنه يكون في مشاريع استراتيجية بتأخذنا ل 2020 وعابرة لكل الحكومات، وكل الحكومات بدها تكون ملتزمة فيها، وكل وزير للطاقة بده يجي بده يكون ملتزم فيه، ولا نبلش نلغي مشاريع ونحط مشاريع ونضلنا في حقل التجارب هذا لفترة أطول من هيك. ويأتي هذا اللقاء لوضع الأحزاب بصورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد والاستماع إلى آرائها وحلولها المقترحة التي تصب في مصلحة المملكة الأردنية الهاشمية. حزم السردي، الحقيقة الدولية.